بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 27 بعد 100. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، وحياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة من المستمع أبي الحارث، مقيم في المملكة العربية السعودية، بعث فيها أسئلة طوالا. يقول في أولها: أحرمت بالعمرة يوم السابع ليلة الثامن من ذي الحجة، فوصلت مكة وطفت وسعيت وقصرت وأنهيت مناسك العمرة قبل صلاة الفجر، ولم أنزع ثياب الإحرام لأنه لم يكن لدي ملابس في ذلك الوقت، وكذلك لم أستعمل الغسل لزحمة الناس. وفي الصباح أحرمت بالحج من مكة لكي يكون حجي تمتعا، فذهبت إلى منى وجلست بها إلى اليوم التاسع، ثم تحركت إلى عرفة وجلست بها إلى الغروب، ثم رجعت إلى مزدلفة وأمسيت بها. وفي الصباح خرجنا إلى منى فرجمت وحلقت، ثم ذهبت إلى مكة فطفت، ثم ذهبت إلى مكة فطفت وسعيت، ثم رجعت إلى منى وجلست بها أيام التشريق الثلاثة، ورجمت الجمرات وصمت أيام التشريق الثلاثة لعدم استطاعتي على الهدي. وهذه حجة الفريضة بالنسبة لي، فما حكم حجي هذا؟ علما أني قد حججت علي بعض الديون، وقد أصاب من ديلي شيء من العطر، وأنا ناس، فما حكم حجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. فما وصفته من أفعالك بأنك أديت مناسك العمرة كاملة، ولكنك لم تنزع ثيابك ثياب الإحرام، ثم نويت الإحرام بالحج وعليك ملابس الإحرام بعد العمرة، هذا شيء صحيح ولا يلزم أنك تنزع ثيابك. الكلام على وجود النية، أما دام أنك أكملت مناسك العمرة قد تحللت منها ولو لم تخلع الملابس. الحمد لله. وكونك أحرمت بالحج ونويت الحج أيضا هذا عمل صحيح ولو لم تغتسل، لأن الاغتسال للإحرام سنة. وما ذكرته من أنك لم تجد الهدي وصمت 10 أيام، هذا هو الواجب عليك. الواجب أن تصوم 3 أيام في الحج، وأن تصوم 7 أيام إذا رجعت إلى أهلك، قوله تعالى: أمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فما ذكرته ووصفته من أعمالك كله صحيح والحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في محل لبيع التمور، فتأتيني نساء متبرجات ومتعطرات، وتأتيني نساء مع غير دون محارم، فيسألنني عن أنواع التمور وعن الأسعار، فأضطر إلى الأخذ والعطاء معهن في الكلام، وبعضهن لا يشترين إلا بعد شدة في الكلام. أرجو من فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة، فأنا محتار جدا جدا، وأجد في نفسي ضيقا من هذا العمل، علما بأنني أبحث عن عمل غير هذا لكن لم أجد عملا إلى الآن، فهل أترك هذا العمل مع أن علي ديون وظروفي صعبة، أم أبقى فيه علما أنه لا يوجد في المحل غيري؟ فبما توجهونني جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعليك أن تنكر على هؤلاء النسوة، وأن تنصحهن وأن تعظهن، تخوفهن بالله عز وجل، فإن امتثلن وتسترن وتركن الفتنة فالحمد لله ولك الأجر في ذلك، ومن تاب تاب الله عليه. وأما إذا لم يقبلن فعليك أن تبلغ رجال الحسبة لمتابعة هذا المنكر والعمل على إزالته. تبلغ إذا كان هناك رجال حسبة يمكنك أن تتصل بهم تلفونيا أو شفهيا، فتبلغهم ليأتوا إلى هذا السوق ويمنعوا
هؤلاء النسوة من التبرج ومن الفتنة، إن هذا من إنكار المنكر ومن التعاون على البر والتقوى، وعليك مع ذلك غض بصرك وترك الكلام معهن إلا بقدر الحاجة. قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وإذا كثر هذا المنكر وهناك مجال للعمل أنزه منه وأبعد عن الفتنة، فعليك أن تستبدل هذا العمل بعمل أحسن منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل من هذه التمور؟ ففي بعض الأحيان عند الوزن آكل بعض التميرات، وكذلك عندما أصوم آخذ بعض التمرات من المحل وأفطر عليها، فما حكم عملي هذا وما حكم صيامي جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذه التمور لغيرك وأنت إنما تبيعها له، أنت عامل في المحل، فلا تأكل إلا بإذن صاحب المحل، تستأذن منه في أن تفطر من هذه من هذا التمر، فإذا أذن لك فلا بأس. وأكل التمرة أو التمرتين أمر سهل لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. يقول: أبلغ من العمر 24 سنة ولم أستطع الزواج لظروف الصعبة ولغلاء المهور، ولذلك أفكر في الزواج دائما، فلجأت إلى الصيام، ومع ذلك في أثناء الصيام بعض الأيام تتكرر تلك الظاهرة، فما حكم صيامي؟ هل هو صحيح؟ وأرجو أن توجهوني بما ينفعني ويعصمني جزاكم الله خيرا. عليك بقطع التفكير بالزواج، وأن تكثر من ذكر الله عز وجل، تترك التفكير بالزواج لأجل أن يمتنع هذا الذي ذكرت. وأما إذا لم تستطع وكان هذا أمرا يغلبك، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك بالتقليل من التفكير أو انصراف ذهنك عن التفكير في هذا الزواج، وعليك أيضا بالمبادرة في الزواج، وعليك أيضا المبادرة مهما استطعت أن تتزوج ولو استدنت من أجل الزواج، فإن من استدان من أجل أن يتزوج ويعف نفسه فإن الله يعينه ويوفقه ويسدد عنه دينه، يسر له ما يسدد به دينه. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا تزوجت تبتغي العفاف ولو بالدين أعانك الله سبحانه. ومن الثلاثة الذين على الله عونهم المتزوج يبتغي عفافا، فعليك أن تتقي الله ما استطعت، وأن تبادر إلى الزواج مهما استطعت ولو كان هذا بالدين، لأجل أن تعف نفسك ولأجل أن تسلم من هذه المشقة وهذا العنت. نعم. شابكم الله. في آخر أسئلته يقول: ما حكم السلام على المرأة الأجنبية ردا أو ابتداء؟ لا بأس به بدون فتنة، إذا كان ما في فتنة ولا يخشى من الفتنة، ويكون بكلام من عادي ليس فيه خضوع بالقول، فلا بأس بذلك. السلام سنة ورده واجب، أما إذا ترتب عليه فتنة فإنه يترك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل حاء ميم أبو محمد من السر يقول: إذا جلس الإنسان بعد صلاة الفجر في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وترتفع إيد رمح، ثم صلى ركعتين، فهل تجزئ هاتان الركعتان عن ركعتي الضحى أم هما خاصتان بهذه العبادة؟ تجزئان عن صلاة الضحى، لأن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، فهاتان الركعتان تجزيان عن صلاة الضحى إن شاء الله. نعم. يقول: هل يجوز البيع بين الأب وابنه؟ نعم، يجوز للأب أن يبيع على ابنه، ويجوز للابن أن يبيع على أبيه كسائر الناس، إلا إذا كان وكيلا، إذا كان وكيلا لغيره في البيع فلا يبع على أبيه ولا يبع على ابنه، لأنه متهم بالمحاباة. نعم. يقول: هل للجنة أسماء مختلفة؟ الجنة كما سماها الله جل وعلا في أسماء كثيرة: جنات النعيم والفردوس وغير ذلك من الأسماء التي وردت في القرآن. نعم. المرسل عبد الله الحسن يقول: ما حكم صيام التطوع دون أخذ موافقة الوالدين، علما أنهما لن يرضيا بذلك، وهل ينطبق الحكم على بقية النوافل من صلاة وصدقة وحج وعمرة؟ إذا كان الصيام وبقية النوافل يخل حقوق الوالدين فإنه لا يجوز، لأن حق الوالدين واجب، تطوع بالصيام وغيره مستحب، فإذا كان الاشتغال بالمستحب يشغل عن الواجب وهو البر بالوالدين فإنه لا يجوز. أما إذا كان الاشتغال بالأعمال المستحبة لا يشغل عن البر بالوالدين وأداء حقوقهما فلا مانع منه.
في عدم المحذور. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل محمد عبد الله يقول: أنا شاب ملتزم ولدي إخوان لا يصلون، مع العلم أن أبي وأمي محافظان على الصلاة والصيام والنوافل، لكنهما لا يهتمان بصلاة إخواني، وإذا أخبرتهما بأن إخواني لا يصلون قال: كل إنسان وذنبه في رقبته والهداية بيد الله، مع العلم أنهما أي الوالدين محافظان علينا من ناحية دراستنا وشغلنا وأكلنا ونومنا، وغير مهتمين بالصلاة ولم يعودان عليها منذ الصغر، ولكن إذا قصر أحد في الصلاة لم يحاسبه ولم يعاتبه، فعندما يؤذن يذهب أبي إلى المسجد وهو يعلم أن جميع إخواني في البيت، وأمي تذهب إلى غرفتها تصلي وهي تعلم أن جميع إخواني في البيت، وعندما أخبرهما بأن إخواني لم يصلوا يقولون لي: إنك تخرج وتدعهم، وكذلك في الفجر، وقد قلت لهم كثيرا إن أبي سوف يوقظهم للذهاب إلى المدرسة ولم يقيمهم للذهاب إلى المسجد، حتى في أيام الإجازة لا يهتم بصلاتهم، فما حكم عمل والدي وبما توجهونهما؟ جزاكم الله خيرا. أنت أحسنت، جزاك الله خيرا بالاهتمام في هذا الأمر وإنكار المنكر والغيرة على إخوانك، أنت محسن في هذا. وأما الوالدان المهملان لشأن أولادهما من جهة الصلاة فهذا خلل عظيم وترك لواجب عظيم بحقهما، فإن الله سبحانه وتعالى كلفهما بتربية الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالواجب على الوالدين أن يقوما على الأولاد بالأمر بالصلاة وإلزام الأولاد بالصلاة، ومن بلغ العشر ولم يصلي فإنه يجب عليهما ضربهما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهما تركا واجبا عظيما. ولو كان يحافظان على الصلاة هذا شيء واجب ولا بد منه، لكن تركهما للأولاد هذا تضييع لواجب آخر يأثمان عليه. وأما قولهما: ما عليك منهما أن تصل وتركهم، هذا كلام باطل ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم وقاية الأهل من النار أمرهم بالمحافظة على الصلاة وإلزامهم بالصلاة. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فالواجب على الوالدين وعلى المسلمين عموما أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولا سيما الأقارب. قال الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالواجب على الوالدين واجب عظيم نحو الأولاد، وأن لا يتركوهم يضيعون الصلاة ويجلسون في بيوتهم، فإنهم مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يريدان من الأولاد البر والخير فلا بد من التربية على الدين وعلى الخلق، فإن التربية ليست مقصورة على تربية البدن بالطعام والشراب والملابس والنفقة، تربية التي هي أهم من هذا تربية النفوس، تربية القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه هي التربية المفيدة، التربية النافعة. أما الاقتصار على تربية الأبدان فهذه تجر إلى شر، تجر إلى الانحراف إذا لم يصحبها تربية للقلوب وتربية للأرواح على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول في تشقيق سؤاله جعله فقرات أجبتم عليها جزاكم الله خيرا، يقول: كثير من الأمهات تهتم بصلاة أبنائها لكن دون صلاة الفجر، فما توجيهكم؟ ليس في الصلوات شيء مستثنى، الصلوات كلها يجب المحافظة عليها. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فتجب المحافظة على جميع الصلوات الخمس، ويجب أمر الناس بجميع الصلوات ولا سيما الأولاد، ولا يجوز التساهل في صلاة الفجر. نعم. يقول بعضهم: يقول إن ابني أو ابنتي صغير أو صغيرة وعمره يزيد على 10 سنوات، فماذا نقول لهذا؟ نقول لهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة
فهاتي لسبع فاضربوهم عليها لعشر، فإذا بلغ العشر ولم يمتثل الأمر فإنه تطبق عليه العقوبة فيضرب ضربا يردعه عن تهاون بالصلاة. نعم. أثابكم الله. هذا مستمع لم يذكر اسمه ولم يرمز له، بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: ما حكم تغطية وجه المرأة في الطواف والسعي مع العلم أن الحرم دائما مزدحم بالناس، وما حكم لبس الشراب والقفاز في الطواف والصلاة سواء في البيت أو في الحرم؟ يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، سواء كانت في الحرم أو في غيره، وسواء كانت في الطواف أو السعي أو في غيرهما، يجب عليها أن تغطي وجهها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهن محرمات في الحج، فإذا مر بنا الرجال صدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا يكون في الطواف وفي السعي وفي الطريق وفي أي مكان. المرأة عليها أن تتقي الله وأن تغطي وجهها، حتى في الصلاة إذا كان عندها رجال ليسوا من محارمها إنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها، لما في ذلك من درء الفتنة والبعد عن الشر. وأما لبسها للشراب على الرجلين فلا بأس به، لأن هذا يسترها، وهي غير ممنوعة من تغطية الرجلين وستر الرجلين بالشراب أو بغيرهما، وهي محرمة أو غير محرمة. وأما لبس الشراب على اليدين إذا كانت محرمة إن هذا لا يحل لها، بل تغطي كفيها بالثوب أو بالعباءة، ولا تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فتغطي يديها بغير القفازين بثوبها أو بعباءتها إذا كانت محرمة. أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تلبس القفازين، المهم أن تغطي كفيها إما بالقفازين أو بالثوب أو بالعباءة، ألا إذا كانت غير محرمة. أما المحرمة فتتجنب القفازين وتغطي بغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية لقائنا في ليلتنا هذه. تفضل بالجواب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان، شكر الله له ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت خالد بن نور، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.